مرحبا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا. معنا خبر سياحي خاص بإعلان منظم رحلات الألماني FTI أن المقصد السياحي المصري أدرج ضمن قائمة الوجهات السياحية الأكثر شعبية في أوروبا. تفاصيل أكتر عن هذا الخبر إحنا معنا عبر الهاتف دكتور باسم حلقة نقيب السياحيين. صباح الخير يا دكتور، وكل سنة وحضرتك طيب. صباح الخير، كل سنة وحضرتك طيب. اهلا بحضرتك يا دكتور معانا. بدايه خلينا نعرف من حضرتك اهميه هذا الخبر، وطبعا نعرف من حضرتك كمان اهم المقاصد السياحيه المصريه اللي بتعد الاكثر شعبيه للسائح الاوروبي. هو طبعا يعني مصر خدت اجراءات احترازيه مهمه جدا اشاد بيها العالم كله. صحيح. وده الحقيقه يعني اللي وصلنا مع شركه FTI، ودي اكبر شركه في اوروبا بتنظم رحلات على مستوى العالم. وطبعا ساعدنا جدا بادراج مصر من ضمن المقاصد السياحيه الهامه اللي هتبدا تشغل عليها رحلات طيران شارتر من اوروبا، وخاصه من العواصم الألمانية، المدن الألمانية لمصر. طبعا الشركة اختارت، المنظمة اختارت ثلاث مدن رئيسية في مصر، طبعا خدت شرم الشيخ وخدت الغردقة وخدت مرسى علم. والحقيقة الثلاث مدن دول من أهم المدن المصرية. صحيح. اللي عليها إقبال في السياحة للرحلات كبير جدا في أوروبا. والحقيقة نزلت المنظمة يعني على الموقع بتاعها فعلا أسعار الرحلات الطيران، بتبدأ تقريبا يعني ما بين 300 يورو إلى 1900 يورو لمدة أسبوع شامل تذاكر الطيران. وهتبدأ الرحلات الطيران من شهر مايو يعني القادم، كلها مثلا خلال أسابيع قليلة تبدأ أولى الرحلات، لأن هم بالفعل بدأوا يستقبلوا حجوزات للأوروبيين. وده الحقيقة اللي انعكس على الخبر، بحيث أنه مصر يعني عليها إقبال كبير من السواح الأوروبيين. هايل. طب دكتور، يعني طبعا أهمية الاكتشافات الأثرية في الفترة الأخيرة، وطبعا الحدث العالمي اللي العالم كله انبهر به وهو نقل المومياوات، يعني رؤية حضرتك أن يعني أهمية الاكتشافات دي وهذا الحدث العالمي على الترويج للمنتج السياحي والأثري كمان لمصر؟ هو الحقيقة طبعا الدولة المصرية بتدير الملف بذكاء واحترافية شديدة جدا. كان ممكن يمر يعني مرة الكرام. صحيح. نقل المومياوات هي نجاح كبير جدا في استغلال الحدث بشكل فريد. وبناء عليه طبعا أصبحت مصر طبعا يعني من المقاصد الرياضية. ويمكن لو حضرتك متابعة والسادة المشاهدين